الرملي صامد مع الهائلة مع المركز الأول ورسمية قادمة وأيضا العلا، ولكن بالرملي في العلا، بالرملي في القمة، بالرملي في مع الكاس، بالرملي مع الكاس، بالرملي صامد منذ الانطلاق وحتى هذه اللحظات، حتى لحظات الحسم. الهائلة الهائلة الهائلة، المنصة الرئيسية ترحب بالهائلة وبقدومها، وكأنها تضرب قائلة: الرمز رمزي والزمان زماني. سلام 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 للأشقاء في دولة الإمارات العربية المتحدة على هذا الفوز والانتصار الثمين والرائع والهائل في نفس الوقت. تهانينا والف مبروك. البداية والصدارة مع مروح هنا مع المقدمة ومع الصدارة سمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة. غريب غريب، أبناء المملكة العربية السعودية، خضر يا عيني خضر، بالله خطر، مرمى هنا وحبر بالنوماس وبالكاس إلى العلا، دائما مكانك بالعلا. التهانية إلى سمو سيدي صاحب السمو الملكي الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف آل سعود، والسلام إلى أبناء المملكة العربية السعودية. خضر خضر خضر، خطر مر وعبر. ولكن الشامسي، الشامسي صامد، الشامسي صامد نحو الكاس، نحو الكاس، نحو الكاس. الله 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 الله، هنالك حصانة مانع بن علي بن محمد بن حماد. الشامسي يزرع روح إلى الانتصار. أبناء المملكة حاضرين، أبناء المملكة حاضرين بانطلاقة سيوف، سيوف وحصانة والطاغية، ولكن حصانة، حصانة إلى دولة الإمارات، إلى دولة الإمارات، إلى أبناء زايد بشعار الشامسي، بشعار الشامسي. سلام يا الشامسي سلام، خاطفا للكاس، كأس الإبكار الإجداع العام بقبضة الشامسي. بند الهم وأيضا برا يا مع الباسل، الله على هذه الانطلاقة الكبيرة والرائعة مع الباسل. الباسل من يحمل الرقم واحد، أبناء المملكة العربية السعودية لا يرضون إلا بالذهب، لا يرضون إلا بالكوس. يا سلامي عليكم يا السعودية، أبطال السعودية، أبطال الذهب، أبطال الكوس، أبطال الرموز. برايا برايا برايا، سعيد بن علي بن سعيد آل بريص السعيد مع هذا الكأس والانتصار. النوماس حاير وطاير، حاير وطاير، ولكن هجنهم الزبار، هجنهم الزبار، وهجن صاحب السمو الملكي الامير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز ال سعود. يا سلام يا سلام، ولكن الزبار الزبار الزبار، وزيد بن محسن، هذه والله علومه وهذه اخبار في هذه المهرجانات. زيد بن محسن بن نديله المري يقدم لنا الزبارة، الزبارة وهجنة أم الزبارة والعصا في الأبطان. مشكور يا أبو محسن مشكور، قدم لنا نوعية من نوعيات هجنة أم الزبار. مشكور. المركز الثاني قدموا لنا شعار مع عاجل، هذا الاسم وهذا الشعار الذي دائما ما يحضر بكل قوة. بدأ يزيد من خطواته، بدأ بالإسراع، بدأت الخطوات بدأت بالتسارع نحو القمة والانتصار. يحسمها عاجل، يحسم الشوط.
الصوت لأبناء مملكة البحرين. سلام 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 لسمو الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة على هذا الفوز والتألق. والصافية الصافية السريع سعد بن محمد بن حمد السريع من خطف الانتصار. مشكور يا السريع مشكور. فهد بن عبد العزيز ال سعود بمتابعه احد الابطال احد الخبراء. هنا حمد بن محمد بن حمد الغفراني من يتابع ويراقب لنا تحديات صياد وانطلاقه صياد. هذه البطله بدات تقترب من المقصوره الرئيسيه والجمهور حيوا يا جمهور حيوها حيوها يا جمهور حيوها. بسم الله ما شاء الله على صياد. اسعد الله مساك يا سمو سيدي على هذا الفوز والانتصار. تهانينا تهانينا والنماس لصاحب السمو الملك الأمير تركي بن محمد بن فهد بن عبد العزيز آل سعود ومن قدم صياهد حمد بن محمد بن حمد الغفران الملك. اتحرك مرعب اتحرك مرعب. الشعارات الحاضرة ووصل أيضا هياض مبارك بن علي بن مانع العجمي ووصول من فر هنا النادر بشعار هجن أم الزبار. ولكن أبنائي مملكة البحرين أبنائي مملكة البحرين إلى البحرين السلام إلى المنام السلام إلى مالك هذا الشعار. هنالك الشيخ ناصر بن حمد بن عيسى الخليفة سلام من الله عليكم يا أبنائي مملكة البحرين. والتهنئة لمتابع هذا الشعار سعد بن محمد بن حمد آل صافي المري على هذا الفوز والانتصار الكبير. بيان والعصافة الابطان الركض تلقائي بدون اي اوامر بدون اي تعليمات. بسم الله ما شاء الله بندلهم يحاول في الامتار الاخيرة مع جلمودة وتحديات بندلهم يسلم. ولكن بيان 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 والامتار الاخيرة بيان والمقصورة الرئيسية يا زياد يا بن محسن يا بن نديلة ابناء الشحانية ابناء دولة قطر الشقيقة بنقول سلام سلام واسعد الله صباحك على هذا الفوز. يا سلام بندلهم بندلهم والامتار الأخيرة بيان جلمودة ولكن بندلهم مشكور يا بندلهم مشكور من قدم لنا جلمودة ومنصور بن سعيد بن ناصر بندلهم. عجيب مسفر ولو كان اتحرك الفارس. الله 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 على هذه العروض المميزة على هذه العروض الكبيرة التي يقدمها الفارس مع شوط الختام. جابر بن محمد بن جابر آل عاض المري ينطلقون أبناء الشحانية يتقدمون أبناء دولة قطر الشقيقة مع هذا الفوز والانتصار. مشكور يا العاض مشكور. هذا هو الفارس لحظة وصوله إلى خط النهاية معلنا الفوز والانتصار. المركز الثاني كاس الجذاع بكار المفتوح كان مع الهائلة لمالكها سهيل بن رملي العامري وبمتابعة المضمر سالم بن رملي العامري.
كاس الجذاء قعدان المفتوح كان مع غريب لمالكه صاحب السمو الملك الأمير عبد العزيز بن سعود بن نايف بن عبد العزيز آل سعود، وبمتابعة المضمر خالد بن عبد الله بن شريم. كاس الجذاع ابكار العام كان مع حصانه لمالكها مانع بن علي بن حماد الشامسي، وبمتابعه المضمر مبارك بن سعيد الزرعي. كاس الجذاع قعدان العام كان مع الباسل لمالكه سعيد بن علي بن رايه المري، وبمتابعة المضمر علي بن سعيد الرايه. أنا أشهد أن من طربنا وغنيت أنا اليوم ترباني رجل الوطن ما دخر خنا منا منا أن العمر فاني يوم كتابنا ولحنا فالدار عاد باتنا الحاني من دونها ما تحصنا في حكمة الإنسان يحسن.